كل ده كل ترابيس ده تبقى ادي الكتيبه 101 101. وادي مديريه الامن دي اهي اللي هي البيضه دي واخد بالك، ودي المحافظه محافظة. يعني منطقه امنيه كلها كلها كده، منطقة أمنية. كلها منطقه امنيه. كويس، ده كان كله مقفول، ياكل كان كله مربع أمني مقفول، تقريبا، مربع امني مكتب مقفول الأهرام أهو. كله. ده مكتب الاهرام. مكتب الأهرام. نعم. دلوقتي الحمد لله خلص. لا لا خلاص زي ما انت زي شايف، ما احنا شايفين انت كده. شايف اهو كده. ده مكتب الاهرام، وده الباركنج بتاع عربيات. ادي مستشفى العريشه، مستشفى. مستشفى العريشه العسكري، العسكري. العسكري مش نعم المدني، نعم العسكري نعم في ظهرها من الناحيه الثانيه المدني. لا بس انه الناس تمشي كده والحركه تعود عادي كده خلاص، عادي هو ده خالص رساله خالص ايجابيه. خالص خالص نعم خالص زي ما احنا ماشيين كده. خالص. بص ده الميدان، ده ميدان شهداء الكتيبه. بص هنا، بص هنا شهداء الكتيبه 103 صار 103. ليمنسي ومنسي وشركاء. واحنا ماشيين سيادة المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فسيادة المحافظ لفت نظري لهذا الميدان. عايزين نعرف حكاية الميدان اللي احنا وقفنا عشان سيادة المحافظ يشرح لنا. اتفضل يا فندم. هذا الميدان ليه دلالة، لأنه نعم. احنا مسميينه ميدان شهداء الكتيبة 103 صعقة. نعم كتيبة 103 صعقة دي هي تاريخ الصاعقة المصرية نعم على مر العصور. نعم يعني الكتيبة 103 صاعقة دي كتيبة بتاعت الشهيد إبراهيم الرفاعي. الكتيبة 103 صاعقة دي كتيبة لسان بور توفيق 4 أكتوبر 73. نعم الكتيبة ما سابتش حرب من الحروب اللي خاضتها مصر غير لما كان لها دور أساسي عظيم، وآخرهم الحرب ضد الإرهاب. نعم حرب ضد الإرهاب، الكتيبة استدعت وجت هنا في شمال سيناء واشتركت في العمليات. نعم الكتيبة دي استشهد منها حتى الآن 76 بطل، 76 بطل. الكتيبة دي اللي هي الكتيبة بتاعت الشهيد منسي، نعم، والكتيبة بتاعت الشهيد رامي، رامي حسنين، نعم، والكتيبة بتاعت الشهيد عصام. نعم كل الأبطال اللي هنا. فجت الفكرة لحضرتك إنه بالظبط لازم اخلده طبعا، ولا سيما ان انا يعني، وده مش تحيز، ان انا بنتسب لوحدات الصاعقه، لان انا من ساعه ما اتخرجت وملازم في الكليه الحربيه انضميت على وحدات الصاعقه لغايه ما وصلت ليه وانا في وحدات الصاعقه. فكان لازم اجسد البطوله، ولا سيما ان انا عارف تاريخ وحدات الصاعقه بصفه عامه والكتيبه تاريخ الابطال بصفه خاصه. نعم اللي هي قابت على نفسها ان هي تمر حرب اللي هم موجودين، نعم، دفعوا عن بلدهم، موجودين نعم، تضحيات زي ما دي كده، كلها تضحيات. ودي كلها عملناها من السيراميك، والميدان بتاعها اللي هو الميدان الخلفي ده بتاع التنميه، ده بيرمز الى التنميه، التنميه وبينظر غصن الزيتون ايضا السلام والتنميه اللي هي في الخلف. نعم عظيم.